ذكر المؤلف رحمه الله باب إذا التقى الختانان، وبين أنه إذا التقى الختانان وجب الغسل مطلقا سواء أنزل أم من منزل. ثم ذكر حديث عثمان رضي الله عنه في الرجل جامع امرأته ولم ينزل قال يغسل ذكره ويتوضأ، يعني ولا يجب الغسل. وكذلك حديث أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. وهذا يدل على أنه لا يجب الغسل إذا جامع ولم ينزل، لكن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، وقد جاء ذلك صريح أنه كان في أول الأمر إذا جامع الرجل ولم ينزل فلا غسل عليه، إنما الماء من الماء، ثم جاء ذلك صريحا بالنسخ وأنه يجب الغسل سواء أنزل أم لم ينزل، وهذا هو الذي استقر عليه الأمر. قال أبو عبد الله يعني البخاري الغسل أحوط وذاك الآخر، ومراد البخاري هنا الاحتياط، الاحتياط الواجب بدليل قوله وذاك الآخر، فإنه إذا كان ذاك الآخر وجب العمل به، فيكون وإنما بينا لاختلافهم، يعني بينا هذا سوقنا هذين الحديثين لاختلاف العلماء في ذلك لنبين أن آخر الأمرين وجوب الغسل. نعم. كتاب الحيض.